بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم. النهارده باذن الله تعالى عايز ابص بس على الرسمه اللي قدامي دهيا. الراجل بيقول لي من 1 ل 30 ديز، من 1 ل 30 يوم عندي الفوسفورس المفروض بنزود 100 عشان مرحله تشكل الجذر والكلام ده كله. نقل تاني على المرحله التانية وقال لي ده مرحله النمو الخضري والتزهير، بقى الاثنين ماشيين مع بعض في خطين متوازيين، فهنزود عندنا النيتروجين والفوسفور 30 ل 60 يوم، بيكون الكالسيوم والبورون كمان عشان نظبط عمليه التزهير، ان كان هيضيف البورون في صورة رش او يضيفه ارض حتى في صورة حمض بوريك او اي صورة كانت، بس يلاحظ السمية. والكالسيوم هيضيفه على هيئة نترات كالسيوم ولا حاجة في الجدر، او ممكن يرشه، او ممكن يرش الاثنين مع بعض في مركب كالبورو يرشهم مع بعض. تعال نحكي على الستين لتسعين يوم دي. زهون الراجل بيقول لي نهوت عندي البوتاسيوم المفروض يزيد، تمام؟ الكلام ده هو في المجمل بتاعه صحيح، تمام؟ اما لو احنا هنتكلم من وجهة نظر بقى الاتنين دويتوا مع بعض، الجماعة بتوع التغذية وبتوع الخضر، لا ده احنا هنحكي وهنجيب وهنشرب قهوة لما نزهق بقى عشان نقف لبعض على الواحد. بمعنى ده برنامج خاص بالجماعة الكوبي بيست، يعني اللي بياخد من الانترنت وبيلطع او خلاص. ولذلك انا بستعجب واحد يقول لي انا امشي بدا في حاجات كتير يا جماعة كده، يعني عايز احس زراعي، يعني لغة ما بينك وبين النبات، ما هو النبات ليه لغة برضو، ماشي؟ زي برضو في لغة العيون، يعني ما ولا ايه، مش كلكم جربتوا لغة العيون؟ هي انا المهم، يعني ليه احنا بنعمل كده؟ عشان احنا كعرب بصراحة ربنا، وبقولها بكل امانة، احنا ما عندناش سياسة النفس الطويل، ولا عندنا يعني عندنا السطحية، ما نحبش نتعمق في الحاجات بتاعتنا، لا في التجارب بتاعتنا ولا حاجة، ما نحبش الحتة دي، تمام؟ لذلك لو دخلت على اليوتيوب مثلا هتلاقي حضرتك اساتذه كبار في جامعه القاهره عاملين، وجامعه عين شمس طبعا، عاملين حاجات محاضرات في على الخضر وعلى الاراضي والفاكهه والمبيدات وكده. ولو بصيت تحت للمشاهدات، طبعا دي محاضرات التعليم المفتوح في جامعه القاهره، بحاضر فيها اكبر اساتذه في علم الاراضي وعلم الفاكهه، يعني اساتذه كلامهم يتقل بالذهب. مش بزكي كده عشان يعني انا خريج القاهره، لا، بس دي امانه تتقال يعني، تمام؟ وفيهم اساتذه ما زالوا، والله الواحد تتلمذ على ايديهم، يعني درسونا بمعنى صح. تعال شوف المشاهده بتاعت الاساتذه دول، هتلاقي الواحد فيهم 1000 مشاهده، 1000 طبعا، هم عاملينهم لمركز جامعه القاهره التعليم المفتوح، 1000 مشاهده، والله فيهم اللي محصل 1000 مشاهده، الفيديو 45 دقيقة محصل 1000 مشاهد. تعال بقى انت على العك الهبل التاني اللي على الانترنت ده، اللي يقول لك انا ازرع لك اطعم لك البطاطس على الطماطم، واللي يقول لك انا اطعم لك الفلفل على معرفتش ايه، واللي يقول لك نجيب البتنجان على الفاصوليا، واللي يقول لك نعصر ليمونتين ونعمل مبيدات، واللي يقول لك احسن نحط الشاي على المربى وهيعمل كلام سفه، وكلام يعني اقسم بالله كلام غريب. فتعالى لو واحد فيهم دول تلاقي مثلا عنده قناة فيها 100,000 مشاهدة، تمام؟ دي رقم واحد. رقم اتنين، تلاقي الفيديو اول ما بينزل شوف بقى كم 1000 مشاهدة. ليه؟ العالم اتعلمت السطحية، قسما بالله العالم اتعلمت السطحية. مهما كان اليوتيوب طبعا عمره ما يحصل الناس دي طبعا في الدخول بتاعتها والكلام ده كلته، بس هو اعتاد ينصب على الناس. والله معظم، قسما بذات الله، معظم بص 80% من اللي محطوط على من الفيديوهات اللي حاطينها بتاعه الزراعه على الانترنت دي نصب، كلها نصبه، تمام؟ يعني بأمانة الله. فالمنظر ده بقى احنا عايزين نفهم دي، عايزين نطلع من القصة دي. انت راجل مهندس كبير، ما يخصكش حتة عيل اساسا بيتكلم من مناخيره يقعد على السطح ويقعد يشرح لك كلمتين عبطه في هبل في هبل يعني، واللي بعيده بزيده، تمام؟ يعني انا في واحد بيقول لي حط جير على الارض. ارض ايه يا عم اللي تحط عليها جير يا عم انت كمان؟ ليه يا عم؟ يقول لك عشان الكالسيوم. لا، امال السوبر راح فين يا عم؟ امال نطاط الكالسيوم راحت فين يا عم؟ امال يا عم الجبس الزراعي راح فين يا عم؟ تحط جير؟ هو احنا ناقصين جير؟ ده اراضينا كلها جير، يعني مش عارف. المهم يعني القصه دي بقولت كده للراجل السطحي ده، تمشي معاه تمام التمام، بس يا جماعه معلش لازم تاخد في، يعني ما نحطش دي ما نلطعهاش وخلاص. انا عندي النوع بتاع الطماطم هي 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 هيفرق معايا، النوع بتاع الطماطم هيفرق معاي. في نوع، في صنف طويل
مسافته طويلة أساسا على ما بيظهر، فإزاي نحط القصص دي؟ لازم أكون الصنف جربته مرة واتنين، تمام، وعرفت السلوك بتاع الصنف. فالسلوك بتاع الصنف يا جماعة يحكمني في القصة دي. يعني أنا ممكن المرحلة الأولى دي هتسوى فيها، تمام التمام أنا معاك، بس المرحلة ده هي مش هتسوى فيها، ولا المرحلة دي هيتسوى فيها، تمام. عندي الصنف، في صنف سريع جدا، في صنف بطيء، تمام. دي حاجة، يعني أنا في صنف مثلا 70 يوم ممكن يجيب زي الجي اس وال1077، تمام التمام. طيب وفي الصنف هيطول معايا 765 مثلا بتاع الجماعه بتوع تكنو جرين، ده طويل جدا، بيطول قوي، تمام. والزيرو 10 بيطول قوي، والزيرو برضو 9 كل الكلام ده هو دي انواع طماطم بتطول. في صنف سريع، تمام. يبقى انا افرق ما بين الصنف اللي هو بياخد فتره كبيره، والصنف اللي هو بياخد فتره صغيره على ما بيوصل لمرحله الانتاج، تمام. ولذلك اراعي الحته دي في مراحل النمو. يعني عيني النهارده ده عيني على ان انا طلعت من مرحله تشكل الجذور دهيا، ووصلت للمرحله دهيا اللي فيها الفلاور، الزهر بتاعها ابتدى يطلع عندي. طب الزهر ما طلعش، كن شويه، ما تدفعش بده. هو بيقول لك انا هنا في مرحله تزهير، يعني ايه؟ يعني النيتروجين وفوسفور، وحط لنا بقى الكالسيوم والبورون والكلام ده كله. كلامك سليم يا عم، بس المرحلة هل مظبوطة عندك ولا لا؟ هل الطماطم ال70 يوم تتساوى مع ال110 وال120 يوم ولا لا؟ ده الكلام المظبوط. هل البطاطس اللي هتطلع على ال90 يوم هتتقلع، ولا البطاطس اللي هتقعد 120 و130 و140 يوم ساعات بنخزن كمان لما يكون الأسعار تعبانة في الري المحوري، ودي حصلت كتير معايا أنا شخصيا، تمام؟ دي حاجات بناخدها في بالنا. تحت نفس النوع انت زرعت امتى؟ يعني انا عايزك مثلا كصنف طماطم جي اس، تمام. الصنف ده يا جماعه بيتزرع، ممكن يتسلق في الصيف وعلى ال70 يوم يجيب، 75 يوم اقصاها هيجيب لي، تمام التمام. طب انا لو زرعته في الانفاق، تحت الانفاق، والجو مش مناسب والكلام ده كله، هل هيجيب في ال75 يوم؟ لا يمكن طبعا، لا يمكن. يبقى رقم واحد الصنف وسلوكه يتحكم في برنامج التسميد بتاعك. رقم اتنين الصنف نفسه انت زرعته في اي وقت، الصيف غير الشتاء، الانفاق غير الصوب، كل حاجة لها ظروف، تمام. طيب دي حاجة. الحاجة اللي بعد كده، الراجل اللي واقف نفسه بيغذي، التغذية عنده مظبوطة ولا ضعيفة؟ ما انت ممكن ما تغذيش في المرحلة دي كويس، ففي المرحلة دي يحصل عندك عطل فني، وارد، تمام. فاذا هيحصل لك عطل في المرحله دي، يعني انت ما غذيتش كويس هنا، يبقى المرحله دي هتطول معاك، بدل ما هي من 1 ل 25 او 30 يوم، لا ده هتجر لل 40 يوم، ولذلك هنبقى ايه؟ عملنا مشكله. طيب في المرحله دي انت وصلت المرحله دي وما غذيتش كويس في النيتروجين والفوسفور، طب الطماطميه وهي كده هتحمر؟ لا، لازم يكون عندك يعني مرونة كده في التعامل، وحس ولغة ما بينك وبين النبات، تمام. ممكن انت ما تشدش حيلك في المرحلة دي، المرحلة دي هتتقدم معاك، هتتقدم، هتتقدم. ازاي؟ والله المرحلة دي هتتقدم معاك، يعني انا لو ما شدتش في حيلي مع دي هتتأخر معايا شوي، تمام. طب انا لو ما شدتش حيلي في المرحله دهيا، المرحله دي هتيجي لي بدري. ليه؟ هم شويه عرش منيلين ب 60 نيله، وشويه زهر اساسا العرش مكرمش قد كده، ومفيش اي تغذيه كويسه ولا حاجه، هتبص تلاقي احمرت على طول، ودخلت انت في مرحله في المرحله دهيا، تمام. مقصد الكلام ان انا سلوك الصنف يهمني يا جماعه، عشان نتعمق بس في برامج التسميد، ما نقولش حط لنا يا باشمهندس برنامج تسميد، تمام، حط لي برنامج ري. برنامج ري ايه يا عم انت كمان؟ ما فيش حاجه اسمها برنامج ري، انت اكتر واحد بتحكم على الارض بتاعتك، انا ماليش دعوه. الري ده في مليون حاجه بتحكمه، القوام بتاع الارض بتاعتك رمليه ولا ارض كلسيه ولا ارض طينيه، سرعه الرياح عندك في المنطقه عامله ايه، انت زارع طول الليل عندك وطول النهار، معدل سطوع الشمس كان عندك قد ايه،
درجة الحرارة عندك قد إيه، كل الحاجات دي، الملوحة في الأرض في المية عالية ولا لأ. ما لو الملوحة عالية هنزود مية كتير للنبات يشربه، غسيل أساسا الملوحة اللي بتتراكم دي كلها بنغسل كمان، فقصص طويلة. فما تقوليش حط برنامج، ما ينفعش برنامج ري مش بتاعتي دي خالص، أنت أكتر واحد تحكم على الأرض بتاعتك أساسا. تمام. كذلك برنامج التسميد، أي نعم إحنا بنجتهد كلنا، ولكن يعني بنراعي بقى نوع الارض بتاعتي. طب الخصوبه عندي كانت عامله ايه، انت زرع ورق، كل الحاجات دي يا جماعه يجب ان احنا ناخد بالنا منها وما نكونش سطحيين عشان نقدر يعني نكون محترفين. يعني انك تكون مهندس محترف او مزارع محترف، هي دي اللي انا عايز اوصل لها. تراعي عينك على النبات المرحله دي، خلصت وانا عيني عليه، المستوى عجبني، تمام التمام، خش انت على المرحلة دهية. المرحلة دي تمام التمام وعملت نمو خضري محترم، لان ام جنين ام قوية، يعني الجنين هينزل قوي. ام اتجوزت وهي لسه عندها 12 سنة 13 سنة، انتظر بقى ان الجنين اساس ينزل لك 2 كيلو، وحطه في حضانة وحطه في هم ومشاكل من اللي احنا بنسمع عنها كل يوم دهية. تمام. فانا عندي الشجرة دي هي الجنين، تمام، الشجرة دي هي الجنين، لو قوية هتولد لي قنين جنين قوي. حبيت الطماطم هتكون كويسة، تمام التمام، لو اتحط عنصر البرون كويس والبرون كويس، هتلاقي العقد عندي كويس، هتلاقي الكواليتي بتاع الثمرة كويس، لان ده داخل في الكواليتي ده الكالسيوم ده. لو انا في المرحلة دي، المرحلة دي قد تبدأ قبل الستين يوم وقد تبدأ بعد الستين يوم، انا هي على حسب انا من مشي وسلوك النبات وسلوك الصنف والقصة دي كلها. عشان ما طولش عليكم، ياريت ما نكونش سطحيين، نحاول نقرأ يا جماعة، نقرأ، مش اليوتيوب ولا انا برضو هعلمك كل حاجة. حاول تقرأ في علم الاراضي، في التسميد، في التغذية بتاعت النبات كويس، حاول تقرأ التضاد ما بين العناصر الغذائية اللي عندك، حاول تقرأ التحفيز اللي بين العناصر، عنصر لو ضفته لعنصر. انا الحاجات دي لما بقولها انا ما اساسا ما بلاقيش مشاهدات، فبتتسدي نفسي، مش عشان يوتيوب انا ما يخصنيش في حاجه، انا بس عايز الناس تفهم. انا ممكن احطها والطعه وخلاص، بس هي العمليه مش تعب وخلاص يعني، طالما الناس في عزوف على ان هو اساسا عايز يتعلم، عايز يبقى سطحي، خلاص انت حر ماشي. بس يا ريت يعني ايه نحاول نثقف نفسنا كويس، ونبقى يعني حتى لو انت مش بتعمل الدكتوراه ولا ماجستير، لازم تكون باحث. يعني الباحث ده ملوش دعوه بماجستير ولا دكتوراه، انت راجل مهندس زراعي خليك باحث في المجال اللي انت فيه، وكل يوم في جديد وفي تطور وفي معلومه بتطور، اقسم بالله لحد النهارده وبنتعلمه، ايه المشكل يعني؟ بنتعلم، ممكن نتعلم من اللي اصغر مننا، ما فيش اي مشكله خالص. تمام. قلنا آفة العلم الحياء والكبرياء، انك تتكبر انك تسأل، وانك تستحي انك تسأل، فدول آفة العلم اللي يضيعه اي انسان داخل في المجال ده او في غيره. بشكركم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.